أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح، هل يجوز هذا اللفظ أن يقول الرجل لولده يا عفريت؟ لا، ما يجوز، هذا من السب. يا عفريت، يا خبيث، يا فاسق، ما يجوز، هذا من السب، وهو من الأقارب فيما بينهم أشد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.